مستمرين مع راس موتور كوبي اوتو فوكس واكيد مع سيارات شانغان حلوه كثير عم نستعرضها خلال الاسبوع مع مستر الف حيدر. هاي رالف. هاي جورج. ازمن بي 3 اليوم بمواصفات مختلفه عن سياره شانغان. مضبوط الاكتف اليوم معنا ودائما عم ضوي على شغله مهمه بهالفتره طبعا عم بعيشها لبنان. شانغان مستمره بعروض كثير كثير مهمه. مضبوط. وبدنا نضوي كمان على تاريخ شانغان. هلا يمكن كل المشاهدين عم بيشوفوا عم بيستغربوا انه كيف نحن طالعين بظل هالوضع اللي فيه البلد ليه طالعين بهيدا التوقيت بالذات انه معقول راسهم يمكن يقولوا مجانين. الحقيقه انه نحن جورج من حوالي سنتين بظل اذا بدك تفاقم للازمه الاقتصاديه وتراجع كبير للقدره الشرائيه للمستهلك اللبناني مترافق مع ارتفاع باسعار وتكلفه عالميه للسيارات الاوروبيه والكوريه واليابانيه، كان عندنا هاجس انه المستهلك اللبناني لازم نامن له بديل بيوفر على جيبته من ناحيه السعر والتكلفه، بس بذات الوقت ما بيمس من اي معيار من معايير الامان والجوده والضمان والسيفتي والاوبشنز وكل شيء. لهيك قدرنا نجيب شانغان على لبنان ولقيت شانغان نجاح كثير كبير فاق كل التوقعات. كم سيارة بعتوا بالسنة؟ نحن بعنا أكثر من 1400 سيارة من سنتين لليوم. فعلا رقم كثير كثير كبير. ومن هيك هالقد عم نشوف سيارات شانغان مضبوط. كمان في شغلة مهمة إنه نحن اليوم بسوق السيارات اللبناني شركة سيارات الأكثر والأسرع نموا بتاريخ سوق السيارات اللبناني، هيدا الشيء بيعود لاستراتيجيتين كثير مهمين نحن طبقناهم وانفردنا فيهم ما حدا غيرنا عملهم، أول وحدة هي المصداقية بالإعلان، يعني اليوم نحن السعر اللي بنحطه على كل المواد الإعلانية اللي بنستعملها هو سعر شفاف بيشمل تي في أو تسجيل، برهنا للبناني إنه مش مزبوط كل سعر بتشوفه على البانو أو على التي في رح تتفاجأ بمفاجأة بشعة بس توصل على الشوروم. كان السعر هو زاده حتى أقل لأنه نحن بنعمل خصومات كمان لزبوناتنا وبنهتم بزبوناتنا. والشغلة الثانية هي اعتمادنا على الزبون بحد ذاته كسفير لإلنا من خلال بروفيشناليزم كثير عالي من طريق من 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 اول ما بيفوت على الشوروم كيف نتعامل معه استمراريه بهالمعامله الحلوه للجراج لما بعد الجراج لكل شيء خلته بمحل يعملنا ريكومنديشن بالاوساط تبعه ويكون عن جد سفير لنا. والاكثر من هيك بقول لك جورج انه كان في فرق او ديكالاج كبير بين الاكسبيرينس اللي نحن اعطيناها لزبوناتنا والاكسبيرينس يلي العالم كان عندهم اياها مع غير ماركات وغير منافسين. اليوم عم نستعرض فعلا السيارة سيدان فور دورز بحجم متوسط مناسبة لكل سيجمنت يعني للعيلة للشباب. مزبوط. ومتوفرة أكيد بكل الألوان، يعني اليوم نحن عم نشوف التشيري ريد على السيارة، سيارة موجودة بأسود بأبيض بسيلفر ببلو سبورتي بلو كمان عليها، هي سيارة عائلية لكل الفئات العمرية ولكل رح نفاجئ أكيد بسعرها بنهاية حديثنا معك. سعرها والفاسيلتيز طبعا أكيد فاسيلتيز أهم شيء بهالفترة، ما ننتقل لداخل السيارة نشوف أبرز أوبشنز موجودين بالشانغان بي 3 اللي معنا بالسوق. انتقلنا لداخل الالزمن بي 3 عم نلاحظ انه خمس اشخاص مرتاحين بيقعدوا فيها اول شيء والبريميوم ليذر يعني بنشوف سياره جلد مع تابلو حلو كثير. اول شيء جورج سبيس بست ان كلاس هيد روم ليج روم فرونت باسنجرز ورير باسنجرز لكل الركاب بقلب السياره. عندنا اسيمتريكال ديزاين بقلب السياره اللي هو كثير ترندي بعالم السيارات هلا. فلوتينج ديسبلاي شاشه وسطيه 7 انش تاتش سكرين مع كاميرا خلفيه اوريجينال بقلبها للسياره. عندنا سنسرز وسونار كمان اوريجينال بقلبها. من ناحيه الساوند سيستم هو 4 سبيكرز مع ايكوالايزر موزع جدا بطريقه حلوه ليعطينا اكسبيرينس حلوه. اي سي من جنرال الكتريك له شاشه منفصله لنقدر نتحكم فيه. ماسكه الفيتاس مطعمه بالجلد والكروم مثل الستيرنج ويل اللي هو دي شيب سبورتي ستيرنج ويل 3 سبوكس. جلد حتى بيكمل على بواب السياره. السياره اذا بنقعد فيها ما بنحس حالنا ابدا قاعدين بسياره صغيره، يعني بنحس الفخامه الموجوده فيها هي لسيارات اكبر منها ولفئات اكثر منها. السياره فيري كومفورتبل على طرقات لبنان على الجوار، طرقاتنا ما حدا بده حدا يحكي عنهم قد ايه هن بمحل منهم ملائمين لينساء عليهم. هيدي السياره بتريحك على المسافات الطويله. فيول كونسومشن كمان رح نحكي عنه هلا بعد شوي قد ايه هالسياره فيها فيول كونسومشن حلو. لكن ممتاز بما استعرضنا الداخل حلو كثير للالزمن في 3 متابعين حديثنا نحكي بيرفورمانس واهم شيء الديل اليوم موجود على السياره بالسوق اللبناني. بعد ما استعرضنا داخل السياره اكيد صار وقت نحكي بيرفورمانس الالزمن في 3 سياره 4 سلندر بس بباور اداء جدا عالي. موتور 1.5 لتر يورو 5 بلو كور تكنولوجي جابانيز كمان تكنولوجيا يابانيه مع علبه تروس اوتوماتيكيه من 5 سرعات كمان تكنولوجيا يابانيه بقلب السياره فيها 3 درايفنج مود.
من بوش عندنا اثنين ايرباج اي بي اس اي بي دي بريك اسيست تراكشن كنترول للتسحيط على المي والمنعطفات موجودين كستاندرد اكويبمنت بالسياره. كمان بواب السياره الاربعه مجسرين بقضمان حمايه الركاب من بحال صار عندنا حوادث جانبيه ورول اوفر بروتكشن رينج اذا قلبت على سقفها السياره لتحمي الركاب بقلبها. السسبنشن هي ماكفيرسون الامريكانيه المعروفه بنعومتها والرخامه الموجوده فيها اندبندنت من الامام ومعايير تورشن بيم من الخلف. من ناحية مصروف البنزين هالسيارة بتعمل أكثر من 220 بالتانك. نحن ما بنقول للعالم 300 و400 وبيطلع 220 بنقول لهم 220 يعني 220 من الأساس هو المينيموم جارانتيد فيول كونسامشن بالسيارة. سيارة جدا اقتصادية رائعة الأداء على طرقات الجبل خاصة إذا مدورين أي سي ولو كان فيها فول كاباسيتي ما عندها مشكل. يعني السيارة عن جد من ناحية البرفورمانس على كل حال في تيست درايف اليوم بصير بالشركة. وهلا الديل بنعرفه منا الديل ستارتنج برايس اهم شيء اليوم. اليوم ما عندنا ستارتنج برايس سعر يعني واحد. اليوم الاكتف الموجوده معنا سعره واحد هو 14300 دولار بيشمل التفقه والتسجيل كفاله 150000 او 5 سنين. كنا عم نقول باول حلقه انه نحن ايمانا منا بلبنان بالمستهلك اللبناني جبنا شنغن على لبنان لانه كان بدنا بديل بيوفر عليه. اليوم بدي اقول اكثر اليوم عم نعطيهم برودوي عم نعطي اليوم المستهلك برودوي ذات جوده عاليه عم نعطي سعر تنافسي ارخص ب 40 و50% احيانا من المنافسين عم نعطي كفاله هي الافضل 150000 عم نعطي باي باك على السياره خدمه طوارئ خدمه ما بعد البيع مميزه من ناحيه توافر القطع. وموقفنا هون بظل الاوضاع الموجوده مش بس عم نعطي عروضات خاصه على السيارات من ناحيه الاسعار والباكجز عم نقدم تسهيلات استثنائيه لنوقف بجنب المستهلك اللبناني بالوضع اليوم طبعاً. اللي كل العالم بمحل تخلى عنه والاقتصاد ما عارف شو هو ما عارف شو وضعه مع المصارف وكل شيء. لكن سعر ممتاز مع تسهيلات كمان مهمه كثير. مضبوط مدعي الجميع يتصلوا على الارقام الموجوده بكعب الشاشه تيعملوا تزرف تيعرفوا معلومات اكثر نحن ناطرينهم. شكرا لالف على وجودك معنا. اكيد مشاهدينا بكره بلاقيكم بحلقه جديده وسياره جديده اذا الاراد. الى اللقاء.